أخبار اليوم تتحدث عن مخطط جديد مثير للجدل من فريق دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق الهادف إلى استهداف المهاجرين المجنسين بجنسية أمريكية. لكن شنو القصة وشنو حقيقة هالتهديد؟ خلينا نعرف التفاصيل سوا. في بداية حملته الانتخابية وعد ترامب باتخاذ إجراءات قاسية ضد الهجرة، واليوم أكو خطة لإعادة تفعيل عملية قانونية نادرة يسموها إلغاء التجنيس. الخطة يقودها واحد اسمه ستيفن ميلر، واحد من الشخصيات المعروفة بتوجهاتها الشديدة ضد المهاجرين، واللي يقول أمريكا للأمريكان فقط، يعني على أساس هم. ستيفن ميلر يريد يركز على تحقيقات مكثفة للبحث عن أي حالات تزوير أو أخطاء صارت أثناء عملية التجنيس، وحتى إذا الأخطاء بسيطة أو غير مقصودة ممكن تعرض حياة أشخاص للخطر. شنو الفكرة؟ أي واحد يتم سحب جنسيته بسبب خطأ معين يصير عرضة للترحيل حتى لو صار له سنوات عايش كمواطن أمريكي. هالعملية القانونية تعتمد على قانون تم إنشائه سنة 1906، واللي يسمح بإلغاء الجنسية إذا كانت مكتسبة عبر تصريحات كاذبة أو إخفاء حقائق. لكن هل هذا الشيء سهل؟ الجواب لا، لأن القانون يطلب إثبات أنه الخطأ كان مهم، يعني لو ما صار هالخطأ الجنسية ما كانت تمنح من الأساس. بالماضي كان هذا القانون يستخدم فقط ضد الأشخاص اللي عندهم جرائم خطيرة مثل الإرهاب أو انتهاكات حقوق الإنسان. بس في إدارة ترامب الأولى أطلقوا حملة جديدة اسمها Operation Second Look، ووسعوا مجال التحقيق ليشمل آلاف الحالات حتى البسيطة منها. بس إذا فعلا انطلقت هالخطة مرة ثانية شنو النتائج؟ أولا الملايين من المجنسين راح يشعرون أن جنسيتهم مو دائمة وأنهم تحت خطر دائم. ثانيا أكو أطفال أمريكان مولودين الأهل تم سحب جنسيتهم، ممكن جنسية الأطفال أيضا تكون مهددة. هالتفاصيل تثبت أن الموضوع مو مجرد إجراءات قانونية بل يهدد استقرار عوائل بأكملها. والسؤال لكم، هل تعتقدون أنه هالإجراءات راح تكون فعلا عادلة وتطبق بس على الأشخاص المخطئين لو ممكن تسبب ضرر للأبرياء؟ شاركونا رأيكم بالتعليقات، ولتأكد من صحة الأخبار اللي ننقلها زوروا موقعنا news.amiriusa.com. أنا أضيف المصادر كلها بهذا الموقع. لاحظت أكثر الناس بالتعليقات يكتبون أنه الخبر مو صحيح وأنه الفيديو كذب، لكن أنا دائما أخليكم المصادر موقعنا news.amiriusa.com. فتعب نفسك شوي، روح للموقع، ادخل على المصدر وتأكد بنفسك وشوف أنه الخبر اللي ننقله 100% صحيح. لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. تحياتي، أخوكم أمير علي. ها بالمناسبة نسيت أقول لكم أنه أني مسوي عرض على هذا الكتاب، كتاب تعليم اللغة الإنجليزية للمستوى المتقدم بأهم الجمل اللي تستخدم بالحياة اليومية. لا تنسون تشترون هذا الكتاب، راح تلقون الرابط بالوصف والتعليق المثبت، وسعر هذا الكتاب فقط 5 دولارات حاليا كعرض لكم عشان تشترون هذا الكتاب للناس اللي تحتاجه.